سلام. جيسبر تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيسبر تكون اموركم مزيانه ويكون النهار ديالكم دايز مزيان. مهم بوغ موا الحمد لله النهار ديالي دايز مزيان. اليوم السبت وقررت باش نصور معكم هكا ويكاند السبت والحد باش هكا ما نبقاش نغبر عليكم. مهم بلا ما نطول عليكم، الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش انكم تخليو لي كومونتير ديالكم ولي لايك ديالكم حيت كيفرحوني. اول حاجه درتها فاش فقت هي بارطاجيت معكم سكين كير روتين ديالي، وقررت باش ما ندويش فيه حيت دائما كندوي، وداكشي لي برودوي داكشي اللي كنستعمل راكم عارفينهم وليتو حافظينهم معايا. صوريتكم هكا غير اشنو درت وصافي، ودابا لقيتوني جيت باش نقاد هكا الفطور ديالي باش نفطر غير شي حاجه خفيفه وصافي. راكم عارفين انا ما كنغلقش في الفطور بزاف، غير شي حاجه خفيفه وصافي باش نفطر. ودابا اصلا راه ما بقاش وقت الفطور، دابا راه 12 انا يلاه فايقه بيس. سو دابا غادي نفطر، وكيف ما كتعرفوا اليوم السبت لاعب المغرب مع كرواتيا باش ياخذوا الرتبه، زعما واش غادي ياخذوا الرتبه الثالثه اولا لا. المهم غدوزوا معايا الويكاند ديالي، انا ما عارفه شنو غادي يكون فيه، ما عارفه شنو غادي نبارطاجي معكم، مي قررت باش نصور وصافي باش ما نغبرش. سو خليكم معايا وصافي. مهم خليكم معايا باش تشوفوا النهار ديالي كيفاش غادي يدوز، ولا بليطو الويكاند ديالي كيفاش غادي يدوز، وانا اي حاجه درتها راه غادي نبارطاجيها معكم. وكيف ما كتعرفوا البنات كل نهار رزقه، كل نهار الفطور ديالو. وهذا النهار احسن اختي حتى هي كانت داي اوف ما خداماش، وقلنا لماما والو تصوبي لنا ديك الحريشه ديالك حيت فريمون كتعجبنا وكتجي بنينه. واخا مسكينه كانت بغات تبدا في الغداء قالت لنا واخا ماشي مشكل نصوبها لكم، صافي وزربات عليها دغيا. ما شاء الله الامهات عندهم واحد الطاقه حتى حاجه ما كتغلبهم، يا ربي تحفظهم لينا. صافي وهكا فطرنا بها وصافي. اي بيان سور فاش كنقولوا الويكاند كنقولوا اننا خصنا ننظموا حوايجنا الا كانوا مخسرين، خصنا نطويوهم، الا كانت شي حاجه هكا مسخه نصبنوها، كانت سالات لينا شي حاجه نخرجوا ناخدوها، راكم عارفين لا روتين. وصافي سو انا كانوا فريمون هنا حوايجي مرونين كيف ما كتشوفوا، كانوا مرونين وطويتهم. مهم هما راه ما كيتطواوش بهذه السهوله، انا غير حاولت باش نموتيفيكم نبين لكم انهم راه طواو دغيا. يعني عندها شي ماريو مخسر تنوض صوبو، ولكن راه فريمون باش تطوي ماريو من الفوق حتى لتحت راه صعيب، ولكن اون توكا صوبت وقديته كامل. شفتوا انا دابا عصبتني الميطال الاولى حيتاش ماركاو علينا جوج. صافي ونضت باش نمشي للحمام، وقبل ما نمشي للحمام كندير لشعري هاد الزيت ضروري. المهم شوفوا شحال ضربت في القرعه، راه القرعه كانت عامره، وشوفوا شحال بقى باغي هاد شويه. المهم هذا راه مصوبه اختي باش ما يبقاش يطيح لينا شعرنا ويقوى وداكشي، وانا حيت ما عارفاش داكشي باش مصوبه انا غادي نكتب لكم غير في الجنب. المهم انا راه وافقني بزاف وتا اختي وافقها وبلاتي وصافي. المهم كيف ما قلت لكم راه وافقني انا وافق حتى اختي، وشوفوا تبارك الله كيفاش داير خاتم، وشوفوا هنا العشوب وداكشي اللي دارت. المهم انا كنعمر هاد القريعه، كنعمر هاد القريعه الصغار باش كنبقى نهز باش كن... ها وشوفوا درتو انا واختي دابا.
شوفوا انا شعري بيو 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 بيو. اختي حتى هي كدير فيه داب. وافق لك شعرك كل سيمانه ولي تندي. الصراحه وافقني بزاف. وقت عقل شعري كي كان خاوي من هنايا كان شعره خاوي وكان نغض لها الخلف على هذه الخلفه اللي ولات بلي ديال الشعر. شو على خليفه ناض شحال زوين صراحه كي كانت الخليفه ما كانتش غير كانت خاويه. نوريكم شتي فين نمشي؟ الحمام. ليتس جو. عصبك الماتش ولا ما عصبكش؟ كنا كنتفرجوا ترونكيل. قالت لي غادي نمشي الحمام. قلت لها غادي نمشي الحمام. تعصبنا بزاف وليت على اعصابي. قلت لها صافي اختي يلاه. قالت لي غادي نمشي الحمام. قلت لها نوضي. شوف انا وجهي كيبان نقي ولكن راه الكاميرا خداعه. عرفتي الا قربت لكم الكاميرا. لا انا وجهي ويلي 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 ما نعاودش لكم. المهم نمشيو الحمام. ليتس جو. ماما ماما كتسنى. هاي ام باك. المهم انا يلا جيت من الحمام. شوفوا يا اختي انا خرجت جديده. اشكروا لي منين جبتي هاد الكلمه ديال جديده. المهم زيف حياتي راه هو المساند الرسمي ديالنا في الحمام. وانا راه حيت ما كنمشيش الحمام بزاف اليوم انا راه فرحانه داتني ماما ومشيت مع ماما واختي. المهم والله الا راني فرحه 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 جدا. المهم اصبروا عليا وصافي. انا راه فرحانه حيت مشيت الحمام ومع الصباح حيت جيت وقال لي اخويا باللي كرواتي ربحات. المهم مبروك عليهم. احنا ما ممكن حسدوش ولكن كيبقى في كل حال على داكشي اللي طاري ما وراء داكشي اللي احنا ما عارفينوش. المهم راكم فهمتوني بلا ما ندخل في داكشي ديال السياسه والدين وداك التخربيق. ولكن اخوتي هادشي اللي طرا مورا الماتش ديال فرنسا راه شي حاجه ماشي هي هذيك. شي حاجه ماشي هي هذيك وما تقولوش ليا. المهم دابا عشان جبت معايا غنوريكم شنو جبت معايا ملي كنت جايه من الحمام. ودابا غنجلس نتفرج. البنات شوفوا انا فاش كنت جايه من الحمام خديت هذا عصيري. افشره ما يمكنش راه ملي كنت صغيره ملي كنت باقا صغيره في ما كديني ماما الحمام يا اما ناخذ ريبي جميله فاش نخرج يا اما عصيري. بحال شي حاجه كبرت عليها وخا ما عرفت قداش نولي ابقى في ما نمشي للحمام ناخذ عصيري ولا ريبي جميله ضروري. وصافي وهذا الشيء كان عندي من قبيله داكشي اللي شريته انا واختي على قبل باش نتفرجوا في الماتش وداك التخربيق. وصافي ودابا غادي نجلس نتفرج. وصافي مهم انا الصراحه راه هكا دايز صامدي ديالي ما فيه حتى حاجه سبيسيال. خليو لي في لي كومونتير نتوما كيفاش كيدوز صامدي ديالكم. واش كتخرجوا فيه؟ واش كترتاحوا فيه؟ شنو كديروا فيه؟ مهم بالنسبه لي انا هذا هو صامدي ديالي بلا تصنع بلا حتى حاجه. غالب الاوقات والاكثريه كيدوز عندي صامدي غير بحال هكا غير في الدار والحمام والدوش ونطوي حوايجين صبان شي حاجه كنت بغيت نصبنها وصافي غالبا. المهم دابا راني غنجلس غير نتفرج وصافي. هاي بنات. مهم انا لقيتوني دابا تقريبا 12 ولقيتوني هكا قديت بلاصتي باش صافي غادي نعس. بغيت نعمر حدايا واحد القريعه هكا ديال ما باش نحطها حدايا صافي. ونط بغيت نعمر واحد القريعه يلا خديتها لي اختي جديده. وقلت علاش لا اللي ما نبارطاجيهاش هكا مع البنات. يقدروا بزاف ديال البنات اللي بغيوها ويمشيو ياخذوها هكا لعجباتهم ولا شي حاجه. مهم بقاو معايا انا نوريها لكم. هاي هاي قريعتي جديده. مهم بنات هاد القريعه خديتها لي اختي باش نبقى هكا ندير فيها المده معايا الخدمه. حيت انا كل نهار في الصباح كنكون غادي للخدمه كنعمر هكا قريعه من الدار وكنديها معايا بحكم الماء ديال الروبيني اللي تما ما كيعجبنيش سو كنعمر ضروري قرعه وكنديها معايا. وهذوك اللي خارجين ترند في بينتريست وتيك توك وداكشي غاليين شويه دايرين في مينيسو كذا و 90 درهم تقريبا. وانا ما عجبونيش هذوك صافي. وقلت حتى كان لقى شي وحدين هابطين شويه في البخي وناخذهم. اختي مشات اليوم لديكاتلون ولقات هادو ولقاتهم وخداتها ليا. المهم راه مشات الصباح غير انا دابا يلا بغيت نعمرها وتفكرت ووريتها لكم. اما هي راه مشات الصباح لديكاتلون وخداتهم قبل الماتش. مهم هادو كاينين في ديكاتلون البري ديالهم داير 70 درهم. وهاد هاد الماده باش مصاوبين راه اليمونتير. هذا بلاستيك اليمونتير ويعني داك البلاستيك اللي غليظ وصافي زوينه وكتهز. هادي راه اترو غير كتبان هكا صغيره مي راه اترو فهمتوا يعني تقدروا تشربوا فيها النهار كامل بالنسبه للناس اللي كيديروا العصال.
كيف ما قلت لكم بالنسبه للناس اللي كيديروا لاصال او اللي هكا كيخرجوا النهار كامل ما كيرجعوا حتى العشيه وكيبغوا يهزوا معاهم هكا لانش بوكس ديالهم مع الماء وداكشي. وبالنسبه حتى الناس اللي خدامين اولا كيقراو النهار كامل بعاد على ديورهم بلا ما يبقاو يشريو ديك كل ساعتين قرعه الماء كل ساعتين قرعه الماء يكفيو انه يشريو قرعه ويبقاو يهزوها معاهم دائما وصافي. هذا ما كان صافا لبس عليكم. المهم اليوم الحد، البارح فلوقت لكم نهار كامل واليوم الحد ودابا تغديت. دابا تقريبا 3:30 تغديت وغادي خارجه انا وماما باش نبدل الجو شويه. المهم غنوض غادي نلبس نبارطاجي معكم الاوتفيت اللي غادي نلبس ونبارطاجي معكم ميك اب ديالي الخفيف. قتلتكم بميك اب خفيف صافي. المهم نستيكال الحاله ونرجع لكم. هاي بنات، المهم انا دابا غندير معكم جيت ريدي ويد مي، غنديروا ميك اب خفيف باش نخرجوا صافي. المهم ميك اب غير باش ما نبانوش صفرين وصافي. غنبداو باول حاجه هي اننا نطبو لابو ديالنا. هذا هو برونزر ولكن انا غادي نديرو باودر وصافي حيت ما عنديش هذا. كيدار بحال الباودر ديال السمرين وصافي. هادشي اللي غادي ندير غير باش نغطي داك التانت ديال بيبي كريم وصافي. فهمتوا؟ ما درتو في وجهي كامل كيف ما كتشوفوا. هاي المهم انا دابا صافي لبست. شوفوا انا قتلتني الشميشه، ضربه عندنا في الكوزينه كامله ما يمكنش. الكوزينه شحال عندنا مشمشه وانا كتعجبني صراحه نصور الشميشه والايفون وداك الشيء. المهم خشوني دابا يلاه لبست. كيف ما شفتوا لبست كويره، ها هي هادي. لبست واحد التريكو هكا في الفير وتجين كيف ما كتشوفوا صافي. ولا بوط
هذا هو الاوتفيت ديالي صافي، ودرت ميك اب، ودابا غادي خارجين انا وماما، ودابا كنتسنى غير ماما تلبس صافي وغنتحركوا. ودابا سالات الميطه الاولى ديال الارجنتين وفرنسا، وراه بحال الارجنتين بجوج. اختي مهزش كريم، وقولي لي يا ماما اجي ماشي لك هذوك اليدين. المهم حنا دابا خرجنا وحنا غاديين، قولي لهم السلام ماما. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اش اخباركم مع هذا البرد؟ اي معاهم كلشي، عندهم امتحانات دابا. اش اخباركم مع هذا البرد والقرايه؟ البنوتات والولاد اللي عندكم البكالوريا حفظوا مزيان، بريباريو مزيان، سهروا ولا ما تسهروش وفيقوا بكري. والله ينجحكم، الله يوفقكم لما فيه الخير يا ربي. هاي ماما كتدعي معاكم. المهم حنا خارجين دابا وصافي. وصلنا المارينا وكانا كندورو ندورو 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 ندورو، لقينا مارينا عامرة ودخلنا هنا. دابا حنا جينا برا حدا البحر وداكشي صافي. بصراحة الجو زوين، مي مارينا عامرة بزاف، ميمكنش المول ديال مارينا شحال، المول ديال مارينا شحال عامر. يعني البنات شوفوا شحال فنين، اي لايك ات، هادشي كيحمقوا لا كاليتي ديالهم فنه كاينين في ليفتين. عرفتو بقينا كندورو دخلنا ليفتيز، لقينا حوايج واعرين، لقينا واحد الجاكيطات وداكشي ديال لي دودو واعر. دوك لي بوطات انا حمقوني، عجبوني زوينين بزاف.
زعما اللي باغي لي بوطاج داكشي ديال لي دودون كوبيات داكشي وي اللي موجود في دي فاكتو لي فتيز غير داكشي موجود. هاي بنات ام باك. المهم انا يلا دابا تقيتوني دخلت للدار غادي نبدل حوايجي وصافي وغادي نتمكن نرتاح. دابا اصلا مابقاش الحال تسعود وما بقى ما يدار مابقى ما بارطاجي معاكم وما شريت اصلا حتى حاجه باش نوريها لكم غير خليجه خفيفه انا وماما صافي وبارطاجيتها معاكم هكا. نتمنى لكم فلوغ ونتمنى تكونوا استمتعتوا معايا ودوزتوا معايا هذا الويكند زوين غير باش ما نغبرش لكم على لاشين وصافي. سو باي باي الى الفيديو المقبل ان شاء الله. غو بيزو تهلاو فراسكم واللي عندهم امتحانات بون كوراج. اخويا ماشي زعما ليا انا كيتفرجوا فيا البنات. باي باي.